بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم وأسرة الأدباء والكتاب وشركة فيزا العالمية، أطلق بنك البحرين الإسلامي مبادرة تكتب بالعربية، وترتكز المبادرة على إشراك فئة الناشئة في مسابقة للكتابة الإبداعية تتجسد فيها عناصر الإبداع والتخيل والابتكار، إضافة إلى التكامل الثقافي والتكنولوجي. مبادرة وطنية بامتياز تحتضن الشباب والناشئة وتسعى إلى بناء جيل جديد من المثقفين والأدباء الشباب القادرين على حمل رسالة مملكة البحرين الحضارية إلى العالم من خلال مبادرة نكتب بالعربية، والتي تأتي ضمن فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي. هذه المبادرة مبادرة رائدة، تعاونوا فيها مجموعة من الهيئات من القطاع العام والقطاع الخاص لإخراجها بأفضل شكل ممكن لدعم تعزيز اللغة العربية لدى الجيل الصاعد من أبنائنا الطلبة في المدارس. بالحقيقة يعني إن كانت هذه المبادرة تصب في شيء، فطبعا أيضا تصب في التوجيهات السامية، خصوصا اللي سمعناه مؤخرا في الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة من الاهتمام بتأصيل الهوية البحرينية وبعدها العربي. لابد احنا علينا كهيئات سواء كان في القطاع العام او في القطاع الخاص ان نتعاضد في ترجمته على ارض الواقع من خلال تحفيز مواهب الطلبة، والرواية القصيرة احد هذه الاوجه، ان نتكاتف الحقيقة في تنمية هذه الابداعات ونعزز استخدام لغتنا العربية في جميع مناحي الحياة. مبادرة تركز على اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وبالتالي هي جزء أساسي وأصيل من الثقافة العربية، من هويتنا المرتبطة بتاريخ هذه المنطقة منذ قديم الزمن. ولذلك هذه المبادرة في الواقع سيكون لها أثر كبير إن شاء الله في قدرة طلبة المدارس سواء كانت الحكومية أو الخاصة في الاشتراك للتعبير عن قدراتهم في كتابة القصة باللغة العربية. إن شاء الله وزارة التربية والتعليم سوف تتابع تنفيذ هذه المبادرة، وإن شاء الله نتطلع إلى الناتج الكتابي والمعرفي الذي سوف ينتجه طلبة المدارس انطلاقا من هذه المبادرة. هذه المبادرة تشجع الناشئة على الاهتمام باللغة العربية وإتاحة المجال للشباب للتعبير عن مواهبهم الأدبية بلغتهم الأم، لتعزز الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد من خلال مناهجها وأنشطتها التربوية المختلفة التي تربي الأجيال على احترام اللغة العربية لغة القرآن الكريم. هذه المبادرة جاءت في وقت مناسب جدا، لأن نحن في حاجة أن تكون مثل هذه المبادرة موجودة. والجميل في هذه المناسبة أن تأتي المبادرة من بنك، لم تأتي من مؤسسة تعليمية ولا من جامعة ولا من جهات خيرية، إنما جاءت من بنك. فكون البنك يفكر بهذه الطريقة، فأن يكون لأن قد يكون عملاء في المستقبل هم هؤلاء الطلبة اللي الآن هو يهتم فيهم، فنشر هذه القاعدة والتركيز على اللغة العربية لتكون هي اللغة من خلال عملية الإبداعية. إطلاق مبادرة نكتب بالعربية طبعا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام وأسرة الأدباء والكتاب، اللي راح تنمي المواهب الإبداعية وخاصة في اللغة العربية حق الشباب الناشئ في مملكة البحرين. طبعا إطلاق هذه المبادرة جاء بتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية اللي راح يكون بإذن الله في شهر ديسمبر، بحيث أن هذه الفعالية راح تتضمن عدة مراحل منها تصفيات ومسابقة فعلية للكتابة، وبعدها طبعا التأهل النهائي للفوز بالجوائز بإذن الله. طلاب المدارس على موعد مع مسابقة تحفيزية ومتقدمة تتولى إبراز الأصالة الأدبية والثقافية للغة الضاد، ليكون لها دور فاعل في وضع تصور مستقبلي ومبتكر لمشهد التكنولوجيا في مملكة البحرين من خلال هذه المبادرة الخلاقة. تأتي هذه المبادرة لتعزز الوعي بأهمية اللغة العربية بين الشباب في ظل التقدم التكنولوجي، فهذه المسابقة سيتنافس فيها طلبة المدارس ليقدموا من خلالها محتوى غني بالمفردات العربية. وما هذه المسابقة إلا خطوة لتشجيع الشباب
على التعمق في جمال لغتنا الأم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.